مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج مانشيت وجولة في الصحافة العالمية والعربية وأهم القضايا المطروحة الآن. نبدأ بأهم ما جاء في الصحافة العالمية والملف الإيراني النووي، حيث قالت صحيفة ليبراسيون تحت عنوان هجوم اللوفر المشتبه به مصري حاصل على تأشيرة سياحية. قال فرانسوا مولانس في مؤتمر صحفي الجمعة في باريس إن هوية المنفذ لم تتأكد رسميا بعد، مضيفا أن الأبحاث التي قام بها المحققون الفرنسيون أتاحت الوصول إلى شخص في 29 من العمر من الجنسية المصرية. تبين أن صورته الموجودة في قاعدة البيانات الأوروبية لتأشيرات الدخول تتطابق مع منفذ هذا الهجوم. أوضح النائب العام أيضا أن المهاجم المفترض بأنه مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدم طلب للحصول على تأشيرة سياحية إلى فرنسا في 30 من أكتوبر عام 2016، وصدرت التأشيرة في 20 من يناير لمدة شهر حتى 20 من فبراير. ما زلنا في فرنسا وأهم قرارات أولاند قبل مغادرته للرئاسة، حيث قالت صحيفة لوفيغارو تحت عنوان أولاند يريد تثبيت سفراء جدد قبل أن يستعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتعيين سفراء جدد لفرنسا في عواصم العالم الرئيسية. ستكون أبرز هذه التغييرات على رأس اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي القادم، حيث ستكون هذه التعيينات الجديدة في برلين وموسكو وبكين وطوكيو وواشنطن. أما في الملف النووي الإيراني وتداعياته، حيث قالت فرانس بريس تحت عنوان وزير الدفاع الأمريكي إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية الباليستية الأخيرة. صرح أيضا ماتيس خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أنه لا يرى ضرورة حالية لتعزيز العديد من الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط. كان هناك بالطبع رد فعل إيراني حول تصريحات الولايات المتحدة حول تجربتها الصاروخية الأخيرة. قالت CNN تحت عنوان طهران تتوعد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية، وفيلن يقول أيام غض الطرف عن عدائية إيران انتهت، حيث وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد 13 شخص و12 كيان على الصلة ببرنامج طهران الصاروخي وفيلق القدس بالحرس الثوري بأنها غير قانونية، متوعدة بالرد عليها بشكل مماثل. من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فيلن، قال في بيان عن العقوبات الجديدة إن المجتمع الدولي تحمل الكثير من سلوك إيران السيء، وأضاف أن أيام غض الطرف عن أفعال إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي انتهت. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية لا تتلائم مع تعهدات الولايات المتحدة وما تم الاتفاق عليه، وتتناقض مع مضمون ونص القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والخاص بالاتفاق النووي الإيراني. وعن تداعيات قرار حظر ترامب السفر لسبع دول، قالت صحيفة اندبندنت بعنوان قاضي سياتل يعلق العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة بعد سلسلة من الأحكام المحلية المشابهة التي أصدرها قضاة فيدراليون. أصدر قاضي فيدرالي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية أصدر قرار بتعليق العمل بمرسوم الرئيس ترامب والخاص بمنع دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية. هذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبرت سار على كامل الأراضي الأمريكية، واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي والذي بات محور عدد كبير من دعاوي الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة. تعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار هذا القاضي الفيدرالي. أما صحيفة واشنطن بوست فقالت تحت عنوان سياسات ترامب تثير قلق قادة أوروبا، حيث اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لبحث التحديات الأمنية التي تهدد أوروبا في مناطق الجوار وعلى الساحة الدولية، كذلك المخاوف التي أثرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تشجيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمثل ترامب قلقا كبيرا لأوروبا
بعد تأييد الانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما يعتبر طبعا تهديدا لأوروبا خاصة في ظل تزايد تهديدات تنظيم داعش المستمرة. كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك وصف قرارات ترامب الأولى بالمقلقة. في نفس السياق قالت فرانس فان كاتر تحت عنوان القادة الأوروبيون في مالطا يضعون استراتيجية للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا. ففي نفس اجتماع القادة الأوروبيين اعتزموا تبني استراتيجية لمساعدة ليبيا على التصدي لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط. اتفقوا كمان على تعزيز برنامج لتدريب خفر السواحل الليبي والتعاون مع القبائل الليبية المستفيدة من المهربين، طبعا وفق ما ذكروا البيان الختامي لاجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في مالطا. اتفق القادة أيضا المجتمعون في مالطا على مساعدة ليبيا على مكافحة مهربي المهاجرين، وهو ما يعتبرونه عاملا أساسيا من أجل وضع حد للهجرة في البحر المتوسط. ويضع بيان مالطا 10 أولويات من أجل تفكيك الشبكة التجارية والمالية للمهربين، وكمان تعزيز الأمن على حدود ليبيا وضمان ظروف لائقة للمهاجرين العالقين في هذه المنطقة. أفاد مصدر أوروبي أن المحادثات تمت بشكل أسرع مما كان متوقعا، مما يؤكد التوافق بين قادة دول الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعلن عشية هذه القمة غير الرسمية للاتحاد أنه حان الوقت لإغلاق الطريق الذي يمتد من ليبيا إلى إيطاليا، لكن كثيرين لا يزالون متشككين إزاء المهمة الكبيرة في بلد يشهد فوضى سياسية وأمنية لا يمكن تجاوزها في حل هذه الأزمة، اللي طبعا أزمة الهجرة التي تؤرق الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 3 سنوات. قال رئيس وزراء مالطا أيضا جوزيف موسكات إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع القبائل في جنوب ليبيا في استراتيجية الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا من ليبيا. وحدد قادة الاتحاد الأوروبي أولويات موجهة أساسا إلى ليبيا التي ينطلق منها 90% من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وتابع موسكات هناك أيضا التزام مباشر من القبائل في جنوب ليبيا والتي تتعاون حتى الآن مع المهربين وتحصل على 5 أو 6 ملايين في الأسبوع من خلال ذلك، إلا أنه لم يكشف تفاصيل حول أهمية الالتزام الأوروبي تجاه القبائل الليبية. كما سيقوم أيضا الاتحاد الأوروبي بتعزيز برنامج لتدريب خفر السواحل الليبي الذي يعمل في المياه الدولية والتي لا يمكن أن تدخلها عمليات الإنقاذ والمراقبة التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي من أجل اعتراض السفن ومكافحة المهربين. من فرانس فان كاتر إلى صحيفة لوموند حول زيارة ميركل إلى تركيا، قالت في عنوان في أنقرة ميركل تذكر أردوغان بالأساسيات الأوروبية، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن المعارضة هي جزء من الديمقراطية، وذلك في حين أن الأتراك يجب أن يعملوا في أبريل القادم على إصلاح الدستور والتعزيز بشكل كبير من صلاحيات الرئيس. وصفت الصحيفة الزيارة بأنها زيارة حساسة للغاية، حيث دامت 24 ساعة إلى أنقرة يوم 2 فبراير، وذلك قبل الذهاب إلى القمة الأوروبية في فاليتا. كانت هذه أول زيارة لميركل إلى تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو لعام 2016، في حين أن العلاقات بين أنقرة وبرلين متوترة على نحو متزايد، حيث أن المستشارة الألمانية تحاول إنقاذ اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والذي عقد في 18 مارس لعام 2016. هذا الاتفاق الذي خفض بشكل كبير من عدد الممرات إلى أوروبا من السواحل التركية. قررت ميركل مع ذلك تذكير الرئيس رجب طيب أردوغان بصوت عال وواضح من بعض المبادئ الأساسية للمشروع الأوروبي المتفق بين طبعا برلين وتركيا. أضافت في هذه الأوقات من الاضطرابات السياسية يجب أن يتم كل شيء على الاستمرار في حماية مبدأ الفصل بين السلطات وحرية الرأي والتنوع في المجتمع فوق كل شيء. وقالت أيضا المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي بأنقرة إن المعارضة هي جزء من الديمقراطية. ما زلنا في نفس الصحيفة، ولكن هذه المرة تحدثت في الشأن الروسي خاصة عن عمليات تطهير جهاز الاستخبارات الروسية.
حيث جاءت بعنوان بوتين يقوم بعملية تطهير داخل الأجهزة الأمنية الروسية، حيث ذكرت تفاصيل أن السلطات الروسية اعتقلت مسؤولين في الاستخبارات الروسية مختصين بالجرائم الإلكترونية وخبيرا في القرصنة المعلوماتية، وجهت إليهم تهمة الخيانة من خلال العمل لصالح الولايات المتحدة وفق ما أعلن محامي أحدهم. قال المحامي إيفان بافلوف إن المعتقلين هم سيرجي ميخائيلوف، وهو المسؤول الثاني في مركز الأمن المعلوماتي في جهاز الاستخبارات، ومساعده ديمترو دوكوجايف، ورسلان ستويانوف مسؤول قسم التحقيق في الجرائم الإلكترونية لدى شركة كاسبر سكاي لاب العملاقة للأمن المعلوماتي. أضاف أيضا أن القضية متصلة بالولايات المتحدة، لكنه قال إن اسم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم يرد بتاتا في الوثائق التي اطلع عليها. رفضت وكالة الاستخبارات من ناحية أخرى الأمريكية التعليق على هذا الخبر. وعن العلاقات المكسيك وتركيا، قالت رويترز المكسيك وتركيا تسعيان لتوقيع اتفاق للتبادل الحر، حيث اتفقت المكسيك وتركيا على تسريع مفاوضاتها الرامية إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة. وأشار وزير الخارجية المكسيكي ونظيره التركي إلى أن حكومتهما سبق وخضتا مناقشات عدة لديهما وستجتمعان مجددا خلال الأسابيع المقبلة. وقال للصحفيين لقد اتفقنا على تسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق، وأضاف أن اليوم هو أكثر يوم من أي وقت مضى، المكسيك مفتوحة على العالم وتريد بناء وتعزيز صلتها التجارية وكذلك في مجالات الاستثمارات مع كل الدول الصديقة بمعزل عن المسافة الجغرافية. من جهته قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تريد تكثيف المحادثات بشأن التبادل الحر مع المكسيك، واقترح نظيره التركي تعزيز منتدى التعاون السياسي والتجاري الذي شكل في عام 2013 باسم ميكتا، ويضم المكسيك وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا. وختاما بما قالته سي ان ان عن مدينة فاس المغربية تحت عنوان مدينة فاس المغربية تمنع الشيشة في المقاهي والمطاعم، حيث منع مجلس مدينة فاس إعداد وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن خرق هذا المنع سيؤدي إلى سحب رخصة استغلال المحل التجاري واستصدار قراره بإغلاقه. وتضمن القرار أيضا الصادر في فصله الرابع قرار منع إعداد وتقديم الشيشة، كما طلب بالانصياع لمقتضيات مدونة الشغل في عدم تشغيل القاصرين، وزيادة على المنع الكلي لاستخدام الزجاج الحاجب للرؤية في الأبواب ونوافذ والواجهة، كما منع القرار على المحلات التجارية احتلال الملك العمومي بدون رخصة واحترام الفضاء المحيط بالمحل وعدم إزعاج الجوار واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق، كذلك احترام حدود الترخيص للملك العام والامتثال بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وإرضاء رواد المحل من خلال الحرص على نظافة أماكن العمل. مشاهدينا هنطلع لفاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الأخبار في الصحف العربية، كونوا معنا. أهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل للصحافة العربية وأهم طبعا ما تناولته هذه الصحف، أهم العناوين. هنبدأ بجريدة الحياة اللندنية تحت أو ما تحدثت عنه واشنطن وموقفها من برنامج الصاروخ الإيراني. طبعا هذا البرنامج أو هذا العنوان والموضوع الأبرز في الصحف العربية، تحدثت عن خيارين لإيران وتصر على ثمن للتحريض. ذكرت في تفاصيل الخبر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حولت تحذيراتها لطهران إلى أفعال أمس، حيث شددت عقوبات تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني بعد أيام على اختبارها للصاروخ الباليستي، وحرصت في الوقت نفسه على تجنب انتهاك الاتفاق النووي طبعا المبرم بين إيران والدول الست على رأسها الولايات المتحدة. وضع مسؤولون أمريكيون الأمر في إطار تصعيد أولي ردا على سلوك الاستفزاز الإيراني لطهران وزعزعتها للاستقرار الإقليمي. لفتوا أيضا إلى مراجعة استراتيجيتهم بالكامل حول إيران
والتي باتت أمام خيارين هما إما التراجع عن انتهاك التزاماتها الدولية أو دفع ثمن التحريض. شدد أيضا المسؤولون على رفض تصريحات أو تصرفات اللي بتشكل تهديد لحركة الملاحة الدولية من قبل إيران. وقال جون سميث مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة، قال إن دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي الباليستي بيضع تهديد للمنطقة وشركائنا في العالم والولايات طبعا المتحدة. كمان قال إن هما سيواصلوا العمل بنشاط لتطبيق كل الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات المالية طبعا للسيطرة أكثر على إيران وتصرفاتها الاستفزازية بشأن برنامجها النووي. في نفس الموضوع برضو قالت الشرق الأوسط تحت عنوان عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيران وشبكاتها. ذكرت التفاصيل أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت المواجهة الفعلية مع إيران بإعلان عقوبات جديدة على قائمة تشمل 25 شخص وكيان وضمن الشبكات الإقليمية لطهران، ردا على التجربة الأخيرة التي قامت بها طبعا طهران بشأن الصاروخ الباليستي. وعن تلك القائمة قال مسؤول كبار في الإدارة الأمريكية أنها تشمل 13 شخص و12 كيان، من ضمنهم 8 أفراد و5 مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. تضمنت أيضا العقوبات حلقة لبنانية حيث شملت مواطنين لبنانيين وأربع شركات عاملة في لبنان، إضافة إلى شبكة شركات دعم في الصين وغيرها. ومن الشرق الأوسط إلى الراي الكويتية، فتحدثت في صفحتها الأولى بشكل أكثر تفصيل عن تلك القائمة بعنوان لبناني مواليد الكويت على لائحة العقوبات الأمريكية. ذكرت التفاصيل في هذا الخبر أنه بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية أمس فرضها عقوبات على 13 شخص بينهم لبنانيان، أحدهما محمد عبد الأمير فرحات ومعروف باسم محمد فرحات من مواليد الكويت، إضافة إلى 12 كيان إيراني من بين الأفراد 13 الذين أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسمائهم إلى لائحة العقوبات الأمريكية، إلى جانب فرحات اللبناني يحيى الحج المعروف بالحج يحيى، وهو من مواليد 23 مايو لعام 1959 في قرية عرمتة. بالنسبة لرد الفعل الإيراني بعد فرض واشنطن العقوبات، تقول جريدة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان طهران ترد على ترامب بمناورات تشمل إطلاق صواريخ. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم بدء مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ، طبعا ده رد على تصريحات الولايات المتحدة والتي طبعا تهدف إلى إظهار الاستعداد التام لمواجهة التهديدات التي قامت بها الولايات المتحدة بما فيها التهديدات المهنية والعسكرية ضد طهران التي أعلنتها واشنطن. أكدت إيران أنها ستتخذ إجراءات مماثلة وستستهدف أفراد وشركات أمريكية تدعم مجموعات إرهابية. في هذا الإطار تحدثت افتتاحية الرياض السعودية تحت عنوان اللعب بالنار في إشارة لتغريدات ترامب، الذي ارتفعت حدة تصريحات الموجهة لإيران والتي اتهمتها فيها بأنها تلعب بالنار، حيث قال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر: لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما لطيفا اتجاههم ولكن ليس أنا. تقول الصحيفة أن هذا يدل على أن ترامب لن يستمر على خطى سلفه في التعامل مع الملف الإيراني، بل سيكون أكثر صرامة وقوة في تطبيق هذا الاتفاق النووي، ويمكن أيضا تعديله عندما قال أنه اتفاق كارثي وأنه لن يقدم أي تنازلات في سبيل احتواء إيران. ترى الصحيفة أيضا أنه لم يستبعد القيام بعمل عسكري ضد النظام الإيراني، فكل المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستدخل في مواجهة مع النظام الإيراني عاجلا أم آجلا. تحدثت الصحيفة أيضا عن ردة الفعل الإيراني حيث وصفتها بغير المكترثة. نذهب الآن مشاهدينا لكاريكاتير الشرق الأوسط اليوم الذي ربط بين الإرهاب وأزمة اللاجئين في صورة واحدة، زي ما انتم شايفين مشاهدينا رسم أمجد رسمي في صحيفة الشرق الأوسط كاريكاتير لثلاثة أشخاص. الشخص الأول هو الإرهاب، يمثل الإرهاب الذي يقوم بضرب العالم ومن ثم العالم يقوم بضرب الشعب أو المواطنين. هذا الرسم الكاريكاتير الذي يوضح أزمة اللاجئين في المنطقة بعد طبعا التهديدات المتوالية من داعش وعدد من الفصائل المسلحة الإرهابية.
نروح بكم مشاهدينا للجانب السعودي الأمريكي، اللي قالت جريدة عكاظ السعودية تحت عنوان الملحقية في واشنطن تحذر المبتعثين الكلام في السياسة والدين مجازفة، حيث حذرت هذه الصحيفة من المبتعثين من التحدث في أي أخبار سياسية وأي طبعا أخبار متعلقة بما حدث أخيرا في إيران من الخوض في النقاشات السياسية والدينية والمشاركة في التصريحات الإعلامية اللي تسببت في خلافات عديدة في أماكن وجودهم داخل الولايات المتحدة. شددت الملحقية في واشنطن في تعميم على الطلاب وطالبات كافة بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة والإبتعاد طبعا عن التجمعات بأشكالها جميعها. حددت أيضا الملحقية ثلاثة التزامات للمبتعثين: الانتباه للمستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، ثاني حاجة تفادي إلغاء الوثيقة التي تمنح من الجامعة للطالب ومرافقيه لتكون الإقامة طبعا نظامية، ثاني حاجة تسديد غرامة المخالفات، وأخيرا حضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من جانب المحكمة. هننتقل بكم مشاهدينا للعلاقات الامريكيه الاردنيه وزياره الملك عبد الله الثاني للولايات المتحده باعتبارها طبعا اول زياره للولايات المتحده بعد تولي ترامب الرئاسه خلفا لباراك اوباما، حيث كتبت جريده الدستور الاردنيه في افتتاحيتها تحت عنوان الملك في واشنطن والدور القيادي الحكيم. تقول الجريده مما لا جدل فيه ان القضايا والموضوعات التي طرحها جلاله الملك على المستويات السياسيه والتشريعيه الامريكيه جاءت معبره بالصدق وعمق عن مدى استشعار جلالة الملك لحتميات المرحلة التاريخية الراهنة طبعا بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في أمريكا، وهو ما تأكد في هذه الزيارة لواشنطن كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد وإدارته، وهو أمر يؤشر بوضوح على حرص أردني أمريكي لاستمرار العلاقات الأردنية الأمريكية واتقاء بمجالات التعاون بين البلدين في مجالات عدة إن كانت استراتيجية أو سياسية أو عسكرية أو حتى اقتصادية. إجمالا كانت زيارة الملك لأمريكا كانت كبيرة وناجحة وكانت غزيرة في مردوداتها وكذلك فعالة في تأثيراتها وناجحة بكل المقاييس، هذا ما وصفته جريدة الدستور الأردنية حول زيارة الملك عبد الله الثاني الأردني إلى الولايات المتحدة. آخر خبر معانا من صحف الإماراتية وجريدة الاتحاد اللي اهتمت بمتحف أو بحادث متحف اللوفر الذي حدث في باريس من قبل مواطن مصري أو مواطن فرنسي جنسي المصري. كان الإمارات أكدت بأن الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا ضد الإرهاب والتطرف. أذنت دولة الإمارات العربية المتحدة الجريمة الإرهابية اللي تعرض لها جندي فرنسي للطعن بسكين من قبل أحد الإرهابيين، ما أدى إلى إصابته بجروح ذلك عند مدخل متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس. والخبر الأخير خاص بالشأن المصري، حيث تقول في الصحف العربية اهتمت صحيفة القبس الكويتية بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية حيث عنونت الجابون تعفي مشجعي مصر من تأشيرة الدخول. ذكرت التفاصيل أن سفارة الجابون في القاهرة أعلنت في أنها تقرر إعفاء المصريين الراغبين في السفر إلى مدينة ليبرافيل في التأشيرة لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين مصر والكاميرون التي تقام مساء الأحد. ذكرت شركة مصر للطيران في وقت سابق أنها ستنظم رحلات إلى الجابون لأجل مساندة الفراعنة وتشجيعهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. بالطبع كل التوفيق لمنتخب مصر. مشاهدينا كانت هذه جولة في الصحف العالمية والعربية حول عدد من الملفات والقضايا المطروحة. شكرا لطيب المتابعة ونلقاكم في حلقة جديدة.